السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم هاد الكيكه اللي بسيطه وراقيه في نفس الوقت، كتجي زوينه بزاف. ولا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات، وشاركوا في القناه عالم سعاد، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي واحد الرشه ديال الملح، جوج بيضات، كاس ديال السكر سنيده، سكر حبيبات، كاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، صاشي ديال الفاني، واللي عندكم على حساب التنسيم، بغيتو القشره ديال الليمونه حامضه، المهم التنسيم على حسابكم. اللي عندكم السائل ديال الفاني اولا العود ديال الفاني. عندي كاس ديال اللبن، بغيتو تعوضوه بالكاس ديال الحليب ممكن، كاس ديال اللبن، اللبن كيخليها تجي هشيشه بزاف. صافي، وكنخلطو بسم الله، نبداو نخلطو. وضعت شويه ديال الروح ديال الليمون، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، حيت ما عنديش الليمون طري. غنبدا نغربل ونضيف الخميره والطحين مع بعضياتهم ونخلط بشويه بشويه حتى كنكمل. ندير الكاس الاول ومن بعد نزيد الكاس الثاني بشويه بشويه ونشوف. نزيد الكاس الثاني، نخلط كلشي مزيان. الا بغيتو تخلطوه بالخلاط اولا الطراب الكهربائي خلطوه ماشي مشكل، اولا اللي ما عندوش هادي يخلط بفرشيطه، اولا اللي عندكم ما تقيدوش باي حاجه، راه كلشي اللي كاينه في الكوزينه كنخدموا بها، كنسهلوا على ريوسنا الخدمه باش نقدروا نعطيو اكثر ونخدموا اكثر. ما نقولوش حقا ما عندناش هادي ما عندناش هادي خصنا تنشلو هادي، اللي كاينه في الكوزينه نخدمو بها. خلطنا الخليط ديالنا، كنجيب واحد المول وكندهنوه بشويه ديال الزبده. غادي نقص الفائض، الا كان كثير الزبده غادي نحيد الفائض ديالها بحال هذا الشكل هانتوما، وكنزيد عليها شويه ديال الطحين. غادي نجيبو العجينه ديالنا وغادي نخويوها بحال هذا الشكل. غادي نديو الكيكه غندخلوها في الفران، غا باش نشعلو الفران غادي نشعلوه على 180، كنخليو كنطيبو لتحتيه الاول حتى كطلع لينا الكيكه مزيان. كتجلس هاد الكيكه نص ساعه ونمشيو نقلبوها نشوفوها. خرجت الكيكه من الفران، خليتها تبردات، دابا غادي نزينها. عندي شويه ديال الشوكولا فيرميسيل، عندي هاد الياغوت بالشوكولا، وعندي هاد حبيبات شوكولا. نبداو بسم الله، كنبدا ندهن الجنيبات بحال هاد الشكل، كندهنها كامله الوجه ديالها كامله، دهنتها كامله. كنجيب هاد لافيرميسي الالوان وكنبدا على هاد الشكل، واللي طاح غادي نعاود نربطو. حتى كنكمل الجهه كلها. كملتها غادي نجيب هاد ياغورت وغادي ندهن الوجه ديال الكيكه. كنحاول نجر بالمعلقه بحال هذا الشكل باش كندير لها بحال المرهاحه بحال هذا الشكل. كنجيب هاد حبيبات الشوكولا، كنجيبهم بحال هذا الشكل، هاهم الجنيبات عشوائيا، كنبدا نزوق أولا نزين، كندير شويه في الوسط
وهذه هي الكيكه ديالي، كتجي زوينه زوينه بزاف. هذه هي الكيكه، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف. غادي نقطع لكم باش تشوفوا الداخل ديالها كي تيجي، تيجي رطب بزاف. كنتمنى تجربوها، هي بسيطه ما فيهاش مكونات بزاف، وفي نفس الوقت راقيه بالمنظر ديالها. كنتمنى تعجبكم. ها نتوما كتجي رطبه وهشيشه بالصحه والراحه. استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.